وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية عباد الله يبين فيها رب العزة سبحانه وتعالى وجوب الصيام على هذه الأمة، وفرضية الصيام في دين الإسلام، فيخاطب عباده المؤمنين قائلا: يا أيها الذين آمنوا. وفائدة الخطاب في أول هذه الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا أمور كثيرة، منها لفت انتباه المؤمن حين يخاطب، حين ينادى يا أيها الذين آمنوا لينتبه، لأنه عبد مأمور تأتيه الأوامر من الله والنواهي. فعندما يسمع يا أيها الذين آمنوا المؤمن مباشرة يصغي بسمعه: ماذا يريد منا ربنا؟ ماذا يريد منا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولهذا ابن مسعود يقول: إذا سمعت النداء بيا أيها الذين آمنوا فأرع ماذا سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. والأمر الثاني إخواني في الله من فوائد تصدير الخطاب بقول يا أيها الذين آمنوا التهييج، تهييج المؤمن لقبول ما سيأتي. أنت الآن مثلا عندما تخاطب صنف معين بأمر من الأمور، تقول مثلا: يا أيها الأبطال احملوا هذا الشيء أو ارفعوا هذا الشيء، هذا يكون في تهييج لهم: ما دام أنك بطل إذن احمل. يا أيها الأغنياء تصدقوا على هؤلاء الفقراء، وجد فقراء، وجد محتاجون، الناس يرونهم عراة جوعا، يأتي النداء: يا أهل الخير تصدقوا. من كان من أهل الخير يكون تهييج له على أن يتصدق، إذا كنت من أهل الخير فتصدق. هنا كذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا في تهييج، يعني إن كنت مؤمنا فالتزم الأمر. وأيضا ذكر العلماء من فوائد التصدير لقول يا أيها الذين آمنوا أن الشيء المأمور به يكون سببا في زيادة الإيمان، في زيادة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إذا صمت زاد إيمانا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إذا غضضت بصرك فإن هذا سبب لزيادة إيمانك. وهكذا في كل الأوامر التي في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ابن الجوزي يذكر أن لفظة كتب يذكرها الله في الواجبات الشاقة على النفس، ولهذا قال رب العزة: إيش كتب عليكم؟ القتال، كتب عليكم القصاص في القتلى، قتال شاق والقصاص شاق. وهكذا أيضا الصيام في مشقة على النفوس، لأن الصيام منع للنفس
عن ملاذها وشهواتها. النفس أغلى شيء عندها الطعام والشراب والنكاح، فعندما يأتي الصيام يمنع عنك هذه الأمور. لا شك أن في مشقة عليه، جاء الخطاب كتب، يعني هذا أمر لازم عليك مفروض، ما أنت فيه بالخيار، ما دمت أنك صحيحا مقيما فيجب عليك أن تصوم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم، يعني المراد بالذين من قبلنا اليهود والنصارى. هؤلاء الله يبين أنه أيضا كتب عليهم الصيام، لكن لا يلزم أن يكونوا مثلنا في المدة والكيفية. وفائدة هذا التنبيه أن الله كتبه على الذين من قبلنا أمران: الأمر الأول التسلية لهذه الأمة وتهوين الأمر عليها، تسلية والتهوين، لأن هذا الأمر عباد الله أي أمر تؤمر به ربما يشق عليك، لكن لما يقال لك فلان قد فعله قبله هذا يهون عليك الأمر. الأمور، العلماء يقولون الأمور الشاقة تسهل إذا وقعت المشاركة فيها، الأمور الشاقة على النفوس تسهل إذا وقعت ماذا؟ المشاركة فيها. ولهذا الخنساء لما كانت تأتي وتبكي على أخيها صخر وتندبه كانت تقول إيش؟ ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي، ولكن إيش؟ أعزي النفس عنهم بالتأسي. فترى أن ما دام أيضا فلانة تأتي تنعي أخاها وفلانة تأتي تبكي أباها هي تتعزى بذلك، وهذا في كل الأمور شاق على النفوس، في مشاركة يسهل الأمر، إلا في عذاب النار يا عباد الله، إلا في عذاب النار. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. شوف في الدنيا لما يقول فلان حكم عليه بالسجن مثلا 10 سنوات، كيف يشق عليها الأمر؟ 10 سنوات أنا سأقضيها بين غرفة واحدة كذا بين 4 جدران، لكن لما يكون حكم عليه بالسجن 10 سنوات هو 10 نفر يسهل عليه كل مجانا الواحدين 10 نفر منه. ولهذا في الأمثلة المشهورة عند اليمنيين قتله بين 7 عرس، عند اليمنيين يقولون قتله بين 7 عرس، يعني إذا كان محكوم عليه بالقتل مع 7 نفر هذا ما هو إعدام، هذا يعتبر عرس. ليش؟ لأنه سهل عليه بمشاركة غيره له. هنا كذلك فيه تسلية وتهوين للصيام. الأم السابقة قد صامته وأنتم أيضا فرض عليكم وهو سبب. والفائدة الثانية استكمال الفضائل لهذه الأمة، استكمال الفضائل. الأمة السابقة يا عباد الله ليس لها فضيلة إلا وجعل الله في هذه الأمة أضعافها وأضعافها. حتى يا عباد الله سبحان الله الأعمار، الأمة السابقة كانوا يعمرون كما تعلمون، تعمر 200 سنة 300 سنة، لكن هذه الأمة كم تتعمر؟ وقت يسير، أعمار أمتي بين 60 و70. جعل الله لهذه الأمة ليلة القدر، ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر لمن قامها ووفق إلى قيامها والعبادة فيها والطاعة، العبادة فيها تعدل هذا العدد الطويل من السنين. فهذا فيه استكمال للفضائل التي جعلت في الأمم السابقة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني إيش الآن الحكمة من الصيام؟ ليس يا عباد الله تعذيب النفوس، الله رحيم بنا، الله رحيم، يريد الله بكم اليسر، ما يريد الله أن يعذبنا ولا أن يشق علينا، لكن يريد أن يهذبنا. فالفائدة من الصيام والحكمة من الصيام حصول التقوى، أنك تخرج من الصيام، تخرج من رمضان وأنت متقٍ لله،
ولهذا الموفق يا عباد الله من صام وحقق التقوى في صيامه، صام وصام لسانه عن الحرام فلا ينطق بإذن ولا غيبة ولا نميمة ولا كذب، صام وصام سمعه عن الحرام فلا يسمع غناء ولا فسوق ولا فجور ولا شيء، صامت عينه عن الحرام فلا تنظر إلى ما حرم الله. وصاحب مختصر من هجى القاصدين يذكر أن صيام الناس على ثلاث درجات: صيام العموم وصيام الخصوص وصيام خصوص الخصوص، وذكر أن صيام الخصوص هم الذين يصومون وتصوم جوارحهم عن الحرام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ماذا؟ أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش. فأنت تحرص أن تصوم وأن تحقق التقوى في صيامه لتنتفع به يوم لقاء الله. نكتفي بهذا، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.